كنت شربت من دمه. يا رابح، صالح العم ورجع معه، هو بحبك، ما في داعي لكل هاد. في سيارة بدنا نفوتها ونأمن عليها. لمين؟ هلا أنت ليش بتسأل كتير؟ طيب وين الاستلام والتسليم؟ الاستلام هنن بحددوا، التسليم أنا جبتهم لعنا لنقطتنا. بس نقطتنا كتير مكشوفة. لأنه صارت مكشوفة ما حدا رح يتوقع أنه نهرب عن طريقها. ايه بصير. شو ما رح تخلينا ناكل من حلويات الشيف؟ نط على المطبخات سكين. ياه، بلكي بيتعدل مزاجك شوي. طولت كتير لحتى دقيت. طيبة مو؟ كنت بدي آكل منها مبارح بس ما قدرت. هلأ بدي دوق. شكلها طيبة كتير. ما كان معي وقت أعمل لك أكلات أطيب من هيك. المرة الجاي بدك تخبرني قبل بوقت كرمال جهز لك أكلات على ذوقك. بالمطعم ما رح نقدر نقعد ونحكي. لهيك حابب شوفك برا. بصراحة عندي شغل قبل الظهر وبعده. يعني ما عندك يوم راحة؟ راحتي هي الشغل وبس. طيب وإذا واحد كان عنده شيء اضطراري مثلا؟ شو عنيد؟ ليش مصر تشوفني برات المطعم؟ بصراحة ما برتاح له للمطعم، وأنا ما عاد في شيء بيربطني فيه غيرك. بس يصير عندي وقت بحاكيك. بانتظارك. باي باي. تفضل سيدي. أنا بدي أمشي، بتريد مني شيء؟ لا سلامتك، أنا كمان شوي بدي أمشي، عندي موعد بالوزارة بكرة الصبح. ما تشيل هم وتفكر كتير، موعد روتيني وأنت من أكفاء الضباط. عن إذنك سيدي. الله معك.